فالشيخ اهلا بيك اهلا بيك يا حاج فندم، رضا. ازيك يا عم اسراء؟ الله يخليك يا فندم، الحمد لله، اهلا بيك، اتفضل. كل سنه وحضرتك طيبه ومصر وانت بخير يا فندم طيب ان شاء وبالف الله. خير، اتفضل. وحضرتك سؤال واحد بس، يا ريت سياده رئيس الجمهوريه يسمعنا فيه. بحب اقول له حضرتك البقاء لله في الفلاح المصري. صح. ليه بعد الشر؟ صح، يا بعد فندم الشر عليه. احنا صح حقيقي. يا ابله اسراء، حضرتك احنا محاصيلنا راحت اه وظروفنا كلنا اتدمرت، كل محصول البنجر اللي محدش بيتمنى فيه، والمصانع كلها غير خاضعه للرقابه يا فندم، ومحصول القطن عند حضرتك النهارده اللي هو متدمر، اللي طالع نص محصول، والرز يا فندم اللي مال المخازن والبيوت، واحنا مش عارفين لا ايوه نطبع اقساط ولا نجوز عيالنا ولا نكشف ولا نلبس ولا نعمل حاجه يا فندم. ليه رئيس الجمهوريه ما بيتحركش يا فندم؟ وفين القرار اللي قال عليه؟ ليه يا فندم احنا ما بنتحركش؟ للوعود اللي هو وعدنا بيها كابتن الرئيس، يا فين يا فندم؟ ايوه انا بشكرك حاج رضا من كفر الشيخ، يعني